افتح. عمر كمل يا عمر، عمر نعم، كمل يا عمر. مس قلتها كلها. طيب معلش، ما انا هسألك سؤال تاني. ايه النتائج المترتبة على تنظيم الأسرة يا عمورة؟ عموري، نعم يا مس، ما النتائج المترتبة على تنظيم الأسرة؟ الحفاظ على صحة الأم والطفل وتقليل وفيات الأطفال الرضع. تمام، برافو. جوري، مي، راما، الشاب، كلهم يفتحوا راما فاتحة. طب مس عايزة أروح الحمام. ماشي بسرعة. وإيه كمان يا عمر؟ إيه النتائج المترتبة على تنظيم الأسرة كمان؟ تقليل وفيات الأطفال الرضع، وإيه كمان؟ والحفاظ على صحة الأم والطفل. ومساعدة الأسرة على تربية الطفل وتعليمه بشكل جيد. ماشي يا عمو، مين لسه ما تسألش؟ مي، حاضر يا المايك ماجي، أنت والكاميرا يا مي، المايك والكاميرا يا مي بعد إذن. حاضر. قولي على ما تفتحي الكاميرا يا مي، قولي ما المقصود بالتراث الثقافي؟ مي، هفتح ماشي، قولي ما المقصود بالتراث الثقافي؟ نعم. أنا مش سامعاكي. مي، نعم. ما المقصود بالتراث الثقافي؟ يا مس، أنا النت عندي كان قديم، لما كنت مسافر كان مقطع، كان معلق. طيب خلاص، يلا جاوبي، انت كده صوتك واضح، إيه؟ كده صوتك واضح. قولي ما المقصود بالتراث الثقافي؟ ما هو يا مس، أنا كنت مسافرة ومش كنا مش كنت مش كنت سامحة، لما أنا كنت مش سامحة. ماشي، بس الحفظ والواجب انا بكتبه كل حصة على جروب الواجبات، اللي غايب يدخل على الجروب ويشوف ايه الحفظ والواجب عندنا. يا ريت يعني ما نكسلش. تمام، الجماعة اللي قفلوا المايك، راما، جوري، إياد، بيسان، اللي كانوا فاتحين المايك يفتحوه بعد إذنك. الدقيقة تانية يا راما، ما المقصود بالتراث الثقافي؟ هو كل ما تركه لنا أجدادنا من فنون شعبية وصناعات حرفية وقيم وتقاليد اجتماعية. برافو عليكي، ممتازة. برضو راما، واحد سيوة، ايه اشهر المناسبات عندها يا رورو؟ حفلة سياح حصد التمور والزيتون. تمام، اللي هو اسمه عيد السياح. طيب اه، تاريخ المناسبة دي امتى؟ 17 ابريل. لا، نص شهر اكتوبر، يعني نص اه، نص 10، شهر اكتوبر. منتصف شهر اكتوبر من كل عام. طب ايه اهميته يا رورو؟ ازدهار السياح، يعني ارتداء اللبس التقليدي وأكل الزيتون والتمر. طيب ايه لهجتهم بقى؟ لغة أمازيغية. لغة مشتقة من اللغة الأمازيغية. برافو عليك. بيسان، يا بيسو. نعم. طيب أشهر المناسبات في النوبة بقى؟
بيسان. اليوم العالمي للنوم. تمام. التاريخ بتاعه كام؟ بيحتفلوا بيه وإيه؟ 7 أيام. طيب السكان بيعملوا إيه في اليوم ده؟ السكان الملابس التقليدية بيرتبوا الأشياء الدراسية. طيب اللغة بتاعت ما هو اللغة؟ ينفع تسأل السؤال تاني؟ اللغة بتاعت النوبة بيتحدثوا باللغة ايه؟ اللغة الماضية طيب ايه أهمية اللغة النوبية في حرب أكتوبر؟ نهضة اللغة النوبية دورا مهمة في انتصار الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر. ليه بقى؟ حيث استخدموها في ايه؟ مسافر للتواصل بين قيادة الفرق. تمام، برافو عليك. طيب متحف النوبة أنشأته منظمة اليونسكو فين؟ مس في نعم أسوان. ممكن أروح أعمل حمام. ماشي بسرعة. إيه ده، عام كام؟ 1997. ممتاز، برافو عليك، برافو. يبقى لامار ومي المرة الحصة دي أنا زعلانة منكم جدا عشان ما ذاكرتوش وما اهتمتوش وما عرفتوش الحفظ. أنا مش المرة سنة كان الجاية، عندي محل. المرة الجاية أول اتنين هتسألوا. ماشي يا لامار، انتوا مي. تمام. تمام بس جوري. ممكن تبي تكتبي اسم الدرس. نعم يا مس. أنا كاتبة اسم الدرس قايلة أول درسين في المنهج. أكتبي أكتر من كده، قايلة أول درسين في المنهج خالص. يلا جوري. نعم يا مس. المايك يا جوري والكاميرا ماشي مفتوحين. قولي لي يا جوري، مدن القناة ايه أشهر المناسبات عندهم يا جوري؟ أشهر المناسبات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية. تمام. طيب بيشتهر سكان مدن القناة باستخدام آلة ايه؟ آلة السمسمية. ويشتهر سكان، استنى، تمام، وبيشتهروا برقصة اسمها رقصة، رقصة البندقية الفلكلورية الشعبية. تمام. قوليلي يا جوري أهمية التراث الثقافي للاقتصاد. التراث الثقافي بيعمل ايه للاقتصاد؟ التراث الثقافي بس دي مش عارفة. ليه يا توتو؟ آخر جزء في الدرس خالص، مش عارفة ليه؟ ما خدتش بالي منه. مش تيتشر عارفة انا اللي كنت عارفة. بقوله؟ ممكن اقول بس لا انا ما عمر ممكن تكذب. اقول مين اللي بتقول أنا عارفة ممكن أقول؟ بس انا عمر انا راما لا أنت اتسألتي يا راما، قولي يا عمر. مس مم. تنشيط السياحة نعم ينفع تعدي السؤال تاني؟ وزيادة الدخل إيه؟ القومي. ينفع تعدي السؤال تاني؟ أهمية التراث الثقافي للاقتصاد يا بسام، قول يا عمر. تنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل الشباب. طيب ده عن طريق ايه بقى؟ عن طريق إقامة المهرجانات والمعارض. تمام، وايه كمان؟ وإنشاء العديد من المتاحف التي تجذب السياح. تمام، قول لي يا عمور، خد سؤالك انت بقى يا عمور. نعم يا مس. استنى يا عمورة، قول لي يا عمور، شوفي جزيرة سيناء ايه العادات والتقاليد عندهم، او يرتبط تراثهم بالعادات والتقاليد اللي هي اهمها ايه بقى؟
إكرام الضيف ماشي. وتقاليد الاحتفال بالزواج والأعياد والمواليد والاحتفالات بعودة المسافر. السكان بقى بيحرصوا على ارتداء ايه؟ الذي التقليدية الملابس الزي التقليدي. الزي يعني اللبس التقليدي بتاعهم. تمام. طب لهجات بدو سيناء تميل إلى اللغة. العربية الفصحى. تمام. طب أشهر المناسبات عندهم ايه يا عمر؟ سباقات الهجرة. تمام، برافو عليك. إياد. إياد نعم يا مس. قول لي. إياد ايه الأعياد اللي بيحتفل بها المصريين القدماء زي وقتنا الحاضر دلوقتي؟ ايه الأعياد اللي كانوا بيحتفلوا بيها؟ ما سمعتش يا مس. ايه الأعياد اللي المصريين القدماء كانوا بيحتفلوا بيها؟ التمر والزيتون. المصريين القدماء الأعياد بتاعتهم اللي كانوا بيحتفلوا بيها زي عيد ايه؟ الاحتفال بعيد ايه؟ بس هتقول الاحتفال بعيد ايه يا اياد؟ شم ايه؟ النسيم. الاحتفال بعيد شم النسيم وعيد رأس السنة. ايه؟ شم النسيم ايه كانت اشهر مأكولاتهم؟ بس هتقول لا الفسيخ. استني يا رب. مش مذاكر كويس يا اياد. يعني احنا دلوقتي بنراجع وعمالة بقول يا شباب نلتزم في المراجعة عشان اللي مقصر في حاجة هيلمها. أنا شايفة دلوقتي في تقصير. بعد إذنكم اللي بس يغيب هتقول يبقى كاتشة عامل حسابه عارفة إن أنا كاتبة الحفظ والتسميع على الجروب ونلتزم مع بعض. ممكن عشان خاطركم، عشان ما تجوش في الآخر تحس إن في دروس أنتوا مش مذاكرينها كويس، نبقى مذاكرينهم واحدة واحدة كده مع بعض. ده ليكوا أنتوا. تمام. بس هتقول تمام. قولي يا بسات. المأكولات هم الأسماك المملحة والبيتزا الملون تمام. الواجب علينا كان صفحة كام؟ والبصل. الثاني ولا الاختبار الثاني والأول؟ صفحة كام يعني؟ في الآخر خالص. صفحة كام؟ أيوة في الآخر. مثل المحاضرة الأولى والثانية. ايوه المحافظه الاولى والتانية ورا خالص. صفحة شباب 52 و 52 و 52. كله فاتح لي على المحافظه الاولى والتانية والكاميرا، ما فيش حد يقفل الكاميرا بعد اذنك. مس ممكن تشيريها؟ حاضر. آه شيء. تتشرف انا عاملاها. لحظة واحدة، اللي هي صفحة 251 و 252. حاضر. من المرة الجاية نلتزم بعد إذنكم بالواجب والحفظ. ماشي. يلا أنا شيرتها. أنا عاملة الواجب وحفظ. أنا كمان. برافو يا رامي. لولو. لمار. لمار نعم. بصي يا لولو. ميويا. ميويا المايك يا مي. نعم. إياد. إياد انتوا التلاتة أنا زعلانة منكم الحصة دي جدا. الحصة الجاية انتوا التلاتة أول تلاتة هيتسألوا، مش عايزة ولا سؤال تغلطوا فيه. تمام. ماشي. تمام. ماشي يا لامار. ماشي يا مي. ماشي. ماشي. عايزة كتاكيت الحلوين على طول ممتازين، مفيش حفظ هما مبيذاكروهوش. اوكي. اوكي. يلا نبدأ نحل الواجب. يا ابدأ ايه يا جوري اول سؤال؟ هو غلط. اه ماشي. لا استني يا جوري. اياد ممكن تبدأ لي اول سؤال يا اياد؟ لحظة يا جوري بعد اذنك. ماشي. يلا يا جوري.
أقرأ لك الأسئلة يا إياد. يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر. إياد يا مس، يمثل اتفضل حل. هو أنت مش حالي الواجب؟ اتفضل لا حل انا يلا. حلو. أول سؤال. اول سؤال، يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر. غلط. غلط. تقلل الأمية من فرص العمل المتاحة. صح. صح. تشير الصورة لأحد الجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الآثار. تمام. تمثل زيارتك لمكتبة الإسكندرية نوعا من السياحة الترفيهية. غلط. غلط. يمكنك عبور الطريق إذا كانت إشارة المرور الضوئية الدائرية لونها أخضر. صح. صح. مس نعم. غلط يا مس، غلط يا مس. يمكن عبور الطريق إذا كانت تشاهد النور الضوئية دائرية لونها أحمر مش أخضر. أيوه مس برافو عليك، ممتازين. يمكنك عبور الطريق لو كانت إشارة المرور الدائرية يا لونها مس، أنا أحمر مش أخضر. نعم. عاملاها صح يا مس، مش غلط، لأن هو بيقولك يمكنك عبور الطريق. ده بيقول لي المشاه. أنا ده إن هو أنت تقدر تمشي إمتى؟ لما تبقى خضرة، عشان لو أنت ما مشيتش على الخضرة ممكن تحصل حوادث، كده هي الخضرة. تقدر انك انت تعبر الطريق لو كانت إشارة المرور الضوئية الدائرية لونها أحمر. يعني أول ما تيجي السيارات بتيجي تقف، لما تيجي إشارة المرور يبقى لونها أحمر، السيارات بتقف والمشاه يقدروا يعبروا الطريق. تمام؟ تمام. ماشي. جوري غلط يلا يا قولي يا جوري. إيه؟ يبقى غلط. آه تعد الأخطاء الأخيرة المقابلة أحد الكراسي المنتشرة في محافظة الأقصر. تمام كملي. أكثر المشكلات الاجتماعية المنتشرة في مصر هي الأمية. تمام. من يوجد المتحف القومي للحضارة المصرية في مدينة القسطاط. أرسل الملك سنوك رحلاته التجارية إلى بلاد فينيقيا باستخدام السفن. برافو. كتب المصري القديم الرسائل على ورق البرد. تمام. تيتشر ممكن أنا أقول؟ مين؟ أنا رام. انت مش قلتي يا رامي صح؟ أنا ما جاوبتش في الأسئلة دي، ما جاوبتش أنا في الواجب. طب قولي يا رامي، قولي السؤال التاني. مش ينفع أكون بعد رامي. حاضر، بيسألي انت بعدها وعمر انت بعدهم. قولي يا رامي. اكتب تفسير الرحلة لأمير مجلس النواب المصري لأنه هو الذي يصن القوانين. استبعد المكان الذي لا ينتمي للمجموعة التالية مع ذكر السبب. قلعة صلاح الدين بطبع لأنها دير مدرجة على قائمة التراث العالمي. مس ممكن أكون بعد عمر؟ مين؟ أنا لمار. حاضر يلا مار بعدهم. قولي يلا بيساني الأول. نشير رقم واحد على الخريطة إلى أقل محافظة مصر سكانا وهي محافظة نابلس هناك. تمام. نشير مين؟ رقم اثنين على الخريطة إلى أعلى محافظات مصر سكانا وهي محافظة القاهرة. تمام. نشير رقم ثلاثة على الخريطة إلى إحدى محافظات الشمالية التي يقولها على السكان على مليون نسمة هي محافظة الوادي الجديد.
هي محافظة ايه؟ الوادي الجديد. الوادي الجديد. برافو عليك، لحظة استنى هشير له كل بعده. ابدأ يا عمر يلا على مشيره. تقتصر مشكلة الأمية الهجائية على جمهورية مصر العربية غلط. تسببت هجرة سكان المدن إلى الريف في ظهور العشوائيات حول المدن غلط. تمام، انا شيرته يا شباب. تتشابه مظاهر احتفالنا بعيد شم النسيم حاليا مع احتفال أجدادنا المصريين القدماء. صح. صح. تشرف الحكومة على تنفيذ الخطة العامة للدولة. صح. تمام. تم توصيل أول خط هاتفي في مصر بين القاهرة والسويس. غلط. تمام. نعم. رقم واحد في الصحة والقرى الكهربائية. تقتصر مشكلة الأمية الهجائية على جمهورية مصر العربية. غلط. قولي يا لمو. أقول الاختيارات. تمام. يمكنك استخراج جواز السفر من خلال موقع بنك مصر. ايه؟ بنك مصر. لا غلط، من خلال موقع ايه يا شباب؟ بوابة بوابة مصر مصر الرقمية. الرقمية. بوابة مصر الرقمية. 2، يجب تهدئة السرعة عند رؤية العلامة المرورية. ها، رقم 2 مثلث. رقم كام؟ المثلثة. المثلث اللي رقم 2. تمام. إذا أردت تصدير مصادر الطاقة عبر مواني البحر المتوسط فعليك بالتوجه إلى ميناء البحر المتوسط. السويس. البحر المتوسط. ميناء إيه على البحر المتوسط؟ بس هتقول قولي يا رام. إن شاء الله. أبسان. قولي. دمياط. برافو عليكي روما. أرسلت حتشبسوت رحلتها التجارية إلى بلاد بونت باستخدام السفن. السفن. عند زيارتك لإحدى المناطق الأثرية عليك الالتزام بإيه يا إياد؟ إياد، عند زيارتك لإحدى المناطق الأثرية عليك الالتزام بإيه؟ رقم 5 في اختر. خمسة افضل. رقم خمسة اختار. مساعدة أول. محافظة. المحافظة على نظافة المكان. تمام. عمر، نعم. بس ماذا تتوقع إذا حرص المصريون على تنظيم الأسرة؟ يؤدي إلى تقليل عدد الأطفال في الأسرة الواحدة، مما يؤدي إلى الحفاظ على صحة الأم والطفل وتقليل عدد وفيات الأطفال الرضع. تمام.
دلل على أن فن التحطيب له أصول مصرية قديمة. ها عمر برضو. موجود لوحة على